بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم مهندس علاء شعراوي من قناة الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنكمل محاضرات قدرات العمارة. النهاردة هنحل السؤال التاني اللي هو عبارة عن المجسمات، تمام، اللي هي متداخلة مع بعضها. أوكي، النهاردة إن شاء الله هنرسمها بطريقة سهلة. أوكي، هو كان طبعا في امتحان كان عايز حاجة عن العظمة والهيبة. تعالوا مع بعض نشوف الفكرة دي كانت عبارة عن إيه. يلا بينا. أول حاجة مع السؤال ده لازم نرسمه بقلم رصاص عادي لأن ده هيتظلل. أوكي تمام. طب هو لو جاب لنا مثلا متوازن مستطيلات وجاب لنا مكعب مثلا، تمام، فهنرسمه عادي بنقط الروب والمسطرة وكل حاجة، لأن في ناس ما بتعرفش ترسم فري هاند كويس. ارسمها بالمسطرة على نقط روب وبعد كده عيد عليها بإيديك عادي، مفيش مشكلة. ده لو طلب إن هو رسم حر. لو قال لك منظور وما اتكلمش قال لك كلمة حر دي، تمام، يبقى كده ترسمه المسطرة عادي جدا. اتفقنا؟ تمام. يبقى اول حاجه هنا لما اجي ارسم اي رسمه برسم الارتفاع الاول يا جماعه كده اهو. يبقى كده ارتفاع الرسمه اللي انا هرسمها، تمام. هو قال لك يعني ايه هيبه بقى وعظمه وكده. هيبه وعظمه دي كانت مثلا بتعمل في مباني القصور او المباني الفرعونيه اللي هي الضخمه، تمام. ممكن في المساجد ما تخش الناس تحس برهبه كده، تمام. فهي القصه دي كلها. يبقى انا دلوقتي هو عايزها يعني تتشابه بكده، انها تكون عاليه ضخمه، تمام، نصب تذكاريه مثلا. تعالوا مع بعض كده نشوف. يبقى اول حاجه انا عملتها خط راسي اهو، تمام. بعد كده باجي في نص الخط واحط نقط الهروب بالشكل ده. هنا عندي هي واحد وهي اتنين اهي، تمام كده. دي اول خطوه، ابتدي اهرب عادي جدا وبعد كده نبقى نعيد عليها بالايد لو قال لك منظور حر. اوكي تمام. من هنا اهرب اهو وفوق نفس الفكرة. يبقى تحت تحت وفوق بيتهرب على ايه؟ على هي واحد اهو. أول حاجة نقفل الرأس بالشكل ده. بعد كده أهرب العرض الناحية التانية. ونقفل خط رأسي. هو هنا في السؤال ده يا جماعه، هنا في السؤال ده بيبقى عايز ان احنا ندخل الاشكال في بعضها اللي هو الحذف والاضافه يعني. بعد كده اول واحده، تمام كده؟ تمام. بعد كده ابتدي اهرب هنا النقطه اللي على الشمال. يعني احنا هنعمل حاليا مجسمات الاول وبعد كده ابتدي اشكلها. بس انا هربت ده كده على اهي واحد اهو، تمام. ونطلع خط راس بالشكل ده. اول حاجه بص، مش انت هربت ده على اهي واحد يبقى فوق زي على طول. ده كده من شروط المنظور. ونقفل خط راس هنا. بالشكل ده، تمام. بعد كده اهرب هنا على اهي اي مسافه براحتك خالص. يعني شوف هنا انا عليت المبنى اهو، تمام، عشان يدينا ايه الرهبه والهيبه والعظمه والحاجات دي. هربت من هنا على اهي اتنين وفوق زيه بالظبط على اهي اتنين بالشكل ده، كانك بترسم عماره، تمام كده. تمام. بس انا بقى مش عايز المبنى كده، مش عايز بالشكل ده. ايه ان انا اعمل كتلتين كده؟ لا، لازم نعمل فيهم شغل. بص يا هندسه، انا لو جيت من هنا كده رسمت خط من هنا، يعني ممكن اصغر دي وممكن اقللها. يعني انت كل ما تقللها كل ما تكون احسن اهو. هنقللها مثلا من هنا كده، خدت خط ميل اهو، اي ميل طبعا، ده اي ميل. ومنه برضو خدت خط ميل كده، تمام. وهنا خط رسمت خط ميل بالشكل ده، اي ميل برضه اهو. يبقى ده برضه مايل، خدت بالك؟ ده مايل ماشي، مش راسي زي ده. عايز تعمل راس برضه مفيش مشكله، هو التصميم ده بيرجع ليك انت. انا بس بوري لك ازاي انا اشكل الخطوط الصريحه اللي مايله، تمام. شايفين دي؟ اللي هي دي تتهرب كده على اهي واحد، على النقطه على اليمين دي، شايفينها اهي بالشكل ده، تمام. بدل بقى ما نخلي ده كده يا جماعه، برضو هنخليه يميل باي شكل احنا عايزينه. ممكن بص، ممكن ده يميل للداخل كده، ممكن يميل لبره،
بكل بساطة هنعمل كده اهو، شوف المسألة الصغيرة احسن. بص يا هندسة، اي ميل اهو، ده اي ميل اللي بره كده. بص تضغط على المسطرة جامد جدا، لازم تضغط على المسطرة جامد جدا وتمشي كده اهو، ومن هنا تاخد ميل زيه اهو. دي اول خطوة. وبعد كده اهرب على النقطة دي، مش الجنب ده، ما تهرب على النقطة دي اهو تحت اهو، يبقى فوق زيه. تمام. طبعا الفيديو ده خدت بالك انا بمرنك ان انت ازاي تشتغل مع الكتل، ازاي ندخلها في بعضها، ازاي نخليها مايله، ازاي نعمل فيها فتحات، ازاي نعمل فيها دايره. اوكي تمام. فده انت تطبقه في اي رسمه هتجيلك. طبعا ان شاء الله يا جماعه الفيديو الجاي نركز بس في الكلمه اللي هقولها. الفيديو الجاي هيكون في اسطوانه، هيكون مثلا في هرم، يعني هنشأها، هنختار المجسمات كلها، او زي ما عملنا السنه اللي فاتت هنرسم المجسمات كلها. اوكي يبقى احنا اول حاجه ده مايل اهو وده بيوازي. اوكي تمام. ممكن ناخد من دي لو انت وصلت بس كده. بص لو وصلت دي كده، وصلت خدت موازي اهو، شوف هتطلع معاك مظبوط، ادينا الشكل ده. تمام تمام افرض بقى انا عايز مثلا الشكل ده يطلع فوق، ممكن اخليه يطلع فوق اي شكل. خلاص احنا قلنا تدريب بس عشان نتعلم عليه كمان ازاي نظلل. طيب بص بقى معايا، هو قال لك هنا كده البسيط كده، هو كان في برضه سؤال قال لك انا عايز فيه حركه، يعني هو ده برضه ينفع رهبه وفي حركه، حركه ان الجسم ما بقاش ثابت، هنا اتحرك يعني اتحرك يعني مال، فاهمني؟ تمام. يبقى هنا عملنا الشكل ده، ممكن تعمل دي العكس، شوف انت ممكن تعمل الميل ده كده برضه، اي شكل يعجبك مفيش مشكله. تمام دي انا عايز افرغها واخلص منها. بص يا باشمهندس، هو انا لو طلعت كده مايل، يعني خدت من ده بدل، يعني اخد منزل ده كده اهو، واخد منزل ده، هو منطقي. خدت بالك ان انا اهرب دي وهرب دي زي تحت، وبعد كده اخدها فيرتيكال. تمام كده تمام. لا احنا ممكن نعمل بقى كده، هنهرب بس دي او خدها مايله، يعني انا ممكن اهربها وتوصل كده، يبقى الشكل شوف عامل ازاي، يبقى التفريغ زي ما انت عايز. افرض عملتها مايله لفوق كده مفيش مشكله، يعني ممكن اخد نوزل دي كده اهو، واخد دي كده بالشكل ده، موازي ليها برضو، بص هنا التفريغ جاي الشكل ازاي، وهرب العمق كده. تمام يبقى هنا التفريغ واخد ايه، واخد ميل بالشكل ده، يعني انا خرجت على النمطيه. ايه النمطيه؟ ان انا مثلا هنا ده اتهرب وده مايل، خد بالك لا انا مايلت ده ومايلت ده مفيش مشكله خالص. تمام ده ممكن بقى مثلا اجيبه كده واخد دايره بقى ومعامله اسطوانه، ماشي، ممكن اطلع بيه واوصل ده ويديني الشكل مايل فوق ويتخشوا مع بعض، يعني انا ممكن اعمل كده. بص ممكن اعمل كده اهو، اوصل ده بده وهرب اللي فوق ده كده، مش ده كان مايل، خد موازي ليه اهو. تمام كده تمام. طيب لو شلنا دي كده، شلنا دي كده اهو، وشلت دي، يعني شلت الحاجات اللي جوه بس، يعني غيرت الشكل خالص اهو، جبتها بالمنظر ده، ان هو بيديك كتله وانت بتشكلها زي ما انت عايز، مش انا اخد المكعب احطه زي ما هو مكعب، لا هو عايز حاجه تنفع، يعني مثلا ده كده يعتبر نسبه سكاري صح كده، ده ينفع رمز لمحافظه او شعار لمحافظه او لمدينه، مش كده؟ تمام. يبقى طبعا ده هيتظلل كل ده، طبعا كل ده هيتظلل كده عشان ده العمق، شوف ضلمه ازاي. تمام طبعا احنا تمام، اللي هو بيقول لك اتجاه الضوء من ناحيه اليسار من هنا كده بالشكل ده. طيب انا كده مثلا ايه، يعني كده انا ممكن تقف الشكل ده على كده اوكي، لكن انا هوريك برضو ازاي نشتغل تاني. الجزء بقى ده انا عايزه مدور، شايف في نص مثلا دي كده، ممكن اطلع كده اي ارتفاع انت عايزه، الدوران ده زي ما انت عايز، ده خفيف خالص، هتوصل دي بدي كده كيرف اهو، ونوصل دي بدي كيرف اهو، بقت الجزء ده دائري اهو. طبعا انا متعمد اعمل الدائري ده عشان احنا هنشتغل على الدائري كتير، الحاجات المدوره هناخد. بص ده مش كيرف اهو، يبقى ده كيرف اهو زي ما هو، يبقى ده كيرف، يبقى ده كيرف اهو. شوف انا ماسك القلم زي طول ما القلم طويل كده يا جماعه اهو،
هيلف معاك كويس جدا. طول ما انت ماسك القلم كده عمره ما هيلف معاك. تمام. بعد كده الجزء اللي فوق ده اهربه، اللي هو يعتبر مماس الحته دي. تمام كده. يبقى هنا الجزء ده شاف بالمنظر ده واخد الشكل ده، والحته دي زياده نشيلها، وطبعا بتشيل خطوات العمل دي. يبقى انا قدرت ادور برضو ايه الشكل كده من فوق، صح؟ تمام. هو انا ينفع اعمل دايره هنا، افتح دي كده اهو، مفيش مشاكل بالشكل ده، واجيبها كيرف اهو، صح كده؟ هو انا ينفع مثلا انا بعد ما جبتها كيرف كده ينفع اخدها مستقيمه او انزل كده وافرغ الحته دي؟ ينفع برضه. متخيل الدوران جه ازاي؟ والحته دي بقى تتهرب، دي عشان تبقى هتطلع هتبقى تتهرب كده. ماشي؟ وممكن الدوران ده حتى لو نزلتها كلها يبقى الدوران للداخل، لان هو المفروض ده هيوازي ده، يبقى هنا. صح كده؟ يعني ممكن ما تبانش. طالما انت رسمت دي هربت دي كده يبقى لازم دي هتلف من جوه. اتفقنا؟ وممكن تكمل الدوران كده كويس احلى اهو. ماشي؟ ممكن تاخدها كلها دايره وتخلص منها. فانا بوريك بس شويه اشكال كده. تمام. هنا بقى ممكن اهرب دي وممكن اكبر دي براحتك. انا هنا اهربها بالمنظر ده. يبقى زي ما فرغنا الجزء ده فرغنا الجزء ده، يبقى انا لو عملت له شادو كده سل بالمنظر ده، اوكي، كل ده طبعا هيتظلل، لان ده من الداخل، كل ده هيتظلل، كل اللي جاي من الظهر هنا هيتظلل، كل ده هياخد ظل. ماشي؟ لكن اللي هيتدرج ده هنسحب بقى من تلالة خفيف بالشكل ده، بس بعدين خلي الظل في الاخر. تمام كده؟ لان انا لسه ما خلصتش. انا مثلا كده عملت شكل اهو. تمام؟ ممكن بقى الشكل ده اجي من هنا، من هنا انزل اسيب مسافه وانزل خط كده، وابتدي اهربه كده. وده هربه الناحية التانية. يبقى الشكل ده بنعمله مثلا قاعدة، نعمله مدرج. المهم ممكن بقى نخلي دي أكبر شوية كده، يعني لحد هنا كده. تمام. يبقى قفلنا ده رأسي زي ده، هنقفل هنا رأسي. يبقى أهم حاجة يا باشمهندس لازم تقفل ده رأسي، شايفين؟ ونشيل الزيادة كده، وابتدي اهرب من المنظر ده. من طبعا ناخد المسطره 50 سنتي معاك. المهم اهرب ده كمان بالشكل ده، شايفين كده بتلف ازاي؟ تمام. ممكن بعد كده نعمل واحده تانية، هنسيب مسافه، مسافه هنا، ونزلنا خط راسي ونهرب تاني اهو. وانت بقى بتهرب دي، شايف دي ابعد عنها، يعني ما تبقاش تحتها، ابعد عنها واقفل راسي. اجي هنا اهرب على هي واحد، الخط ده راسي يبقى ده زيه، بس شوف مش تحتيه، احنا قلنا بنبعد عنه اي مسافه مفيش مشكله. وممكن اخليها اطول، يعني ممكن اخلي دي اطول كده اهو، اطول من دي مفيش مشاكل عادي. يعني كل ما تكون اطول، يعني حاسس ان الجزء ده اطول من ده او ده اطول من ده اللي يعجبك، ممكن اخليها طويله كده كمان عشان تملى اللوحه بتاعتك. تمام. وابتدي بقى اهرب دي الناحيه دي. شوف دي متربعه على هي، على هي اتنين اهي، ودي زيها، دي متربعه على هي واحد، يبقى دي زيها. ساعات بيبقى هنا في مشاية كده، خدت بالك؟ رخام. ممكن يبقى زرع، مفيش مشكلة، يعني ممكن بيفرغ هنا يحط زرع قدام الحتة دي. ممكن إضاءة عشان تنور الشكل ده، لأن هنا بتحط فيه يافطة مثلا للمدينة دي، أوكي؟ أو للميدان ده. تمام. يبقى أنا كده أنا خلصت الشكل، خلاص أبتدي أظلل بقى. بالنسبة للتظليل يا جماعة، تمام، المفروض أبري القلم بالقطر
على فكره انا عامل فيديو ازاي بنبري القلم بالقطر، اوكي؟ لو حبيت يبقى المفروض تبري القلم بالشكل ده، يبقى مدبب من هنا عشان لما تيجي تمسك القلم. بص امسك القلم كده، شوف، اولا هيظل معاك بسرعه جدا. شوف احنا هنا الضوء جاي من ناحيه الشمال اهو، هظل ده كده، كل ده ظلمه خالص. كده كده بص ده بيرمي خيال على دي، فكده كده برضو انت ممكن تديها ظل خفيف شويه، يعني دي غامقه قوي ودي واخده برضو ظل، بس دي اغمق جدا، يعني اللي فوق اللي هو الجزء العالي ده اغمق من ده، لان هو المفروض بيرمي ظل على الارض. تمام. طيب المهم يعني انت مش هعمل لك ظل الارض عشان ما تعبكش، انت ان شاء الله لما تخش كليه تدرس يعني. المهم هنا برضو نفس الفكره، غامق جدا اهو. شوف المسك، شوف الان لما بتوري كده بيريحك خالص، حتى في التظليل الاول مش بيدي لك خطوط والكلام اللي بيضايقك ده. لو انت غمقت الحته دي انا ما عنديش مشكله، لانه كده كده زي ما قلت لك ده هيرمي ظل على ده وهيرمي على الارض كمان، مفيش مشكله خالص. يعني لو خرج هنا ظل على دي ما تقلقش، انت صح. كل ده طبعا ماشي. الضوء هنا ممكن يعني هو جاي من فوق، فحتى كده دي ظلمه، يعني حتى دي مخبيه دي، فكده كده ظلمه اهي، كل ده ظلمه على اغمق حاجه ممكنه. تمام. وده هيتغمق برضو. هنا كده ده فراغ طبعا جوه. تمام. ايه اللي هيتظلل التاني؟ اهو ده غامق جدا. انت عارف ان دي ممكن تنور بقى؟ لان دي كده الضوء جاي كده، فممكن يكون نور فيها. تمام. يعني ممكن تديها ظل بسيط خالص هنا والباقي منور. طيب اللي حواليها كل ده ظلمه طبعا، هنا كل ده ظلمه طبعا. انا مش هدرج هنا لسه الظل هيتدرج في الجوانب دي بس. يبقى ده معتم جدا زي ما انت شايف كده. تمام. هنا بقى شوف، خلي بالك بقى في الحته دي مش ده عدل اهو، اه هتسحب بقى كده من تقيل على خفيف. هنا نفس الفكره. طيب واحد يقول لي مثلا هنا لو انت شايف هنا لو المفروض انك تلغي اللاين. بص يا باشمهندس الخط ده المفروض يتلغي في الظل، يعني مثلا ده هنا شوف اتلغى ازاي، مفيش خط اهو صح. هنا لما تيجي الظل برضه تغمق ده هنا مبقاش في خط خالص باين. طول ما انت بتلغي الخط ده يبقى انت كده ظللت صح، لكن طول ما الخط ظهر كده انت ما ظللتش حاجه، عشان يبقى جسم كده بقى كتلة. بص يبقى الخط هنا لازم ما يظهرش، اوكي؟ تمام. هنا برضو شايف التون ده لما تيجي تظلل بقى التون ده هو بقى هنا، يعني الحتة التقيلة دي بتبقى هنا اهي، يعني هنا التقيل ده هنا والتقيل ده هنا، بقى كده اسحب منه خفيف. بص اهو، بس لما تيجي تظلل في اتجاه واحد بس، هنا اسحب في اتجاه واحد كده. تمام. هنا نفس الفكرة اهو، نيجي مثلا هنا اهو غمقنا دي، لو ده دوران هتمشي معاك دوران بسيط خالص، يعني هتمشي مع اللاين ده كده، ده عدل اهو، شايف تمشي عدل. طب دي هيبقى طبعا ضلمة لان الضوء جاي كده، خدت بالك؟ مش هيشوفها. تمام. الحتة بس دي منورة لكن دي ضلمة، الضوء مش هينزل، هو بيجي ناحيه زاويه 45، فهو هنا فيا دوب هيشوف ايه، ممكن يشوف الحته اللي فوق لكن اللي جوه لا. لو عملتها كلها مفيش مشاكل خلاص كده. يبقى هنا وانت بتظلل بتاخد في اتجاه ده، زي ما هنا ماشي اهو، متهرب بتمشي كانك مهرب. في بس ملحوظه بالنسبه للتظليل عشان الناس مش بتاخد بالها منها. شايف الجزء ده لو حطيت المسطره كده، الجزء اللي فوق ده كله ده كده اعلى خط النظر. تمام.
ما ينفعش اظل الفيل فوق كده، كده غلط. انت المفروض تظل كانك متجه لتحت. شوف بص هنا لما اعمل كده الحركه دي، تمام، لتحت شويه، وده عدل زي ما هي، تمام. لما نرجع نرسم الاسطوانه هعملها برده كبيره عشان تبقى انت عارف ازاي نزل الجزء ده، تمام. هنا بقى بسحب بقى، شوف هنا قلنا التون التقيل ده بيبقى هنا، التون التقيل ده هنا، واسحب بقى منه من تيله لخفيف كده. شوف هنا بقى مجرد ما الظل راح هناك كده عند الضوء ابتدى ينور معاك اهو، يبقى ده هنا كده يا جماعه التظليل بيكون بالشكل ده. وبص لما تبرق القلم بالقطر بالمنظر ده كل ما يكون افضل ليك، هتلاقي نفسك ظللت بسرعه والظل بالشكل ده كويس كده، تمام. اتقل بس على اللاين ده عشان مش باين. طبعا التصميم ده زي انت تقدر تعمل احلى منه، انا بس بوريك الفكره، انت ممكن تظل ترسم احلى من كده بكتير، تمام. انت افكارك احلى مني بكتير، يعني انا حاجات بقى اللي انا عندي قديمه، يعني انت خليك في الجديد، اتفقنا؟ كده غمقت لكم بس الظل عشان يبان معاكم في الفيديو، تمام. وبكده يا جماعه يبقى الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس ليصلك كل جديد. نورتوني، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.